الحوارات العراقية السعودية هذه المرة يبدو أنها أخذت أو اتجهت ضمن منحى أمني. ما هي النتائج المحتملة بعد هذه اللقاءات؟ مرحبا مرة أخرى. سؤال عريض وسؤال مهم، وماذا نتوقع؟ لأنه الآن في الحقيقة للعلاقة ما بين المملكة العربية السعودية والعراق الشقيق أخذت منحة زي ما تفضلت في مقدمة حديثك، منحة يتجه إلى الصواب. ما أراه أنا أخيرا يعني ثم بزيارة سمو النائب مساعد وزير الدفاع، أو عفوا نائب وزير الدفاع سمو الأمير خالد، و معالي رئيس الأركان وعدد من الشخصيات الهامة في وزارة الدفاع وفي المملكة العربية السعودية. هو هذه النقطة الرئيسية، هذا ما نريد أن نتحدث عنه، بحيث أنه الشعارات انتهى، التصاوير انتهى وقتها، والآن الاختبار الجدي لكل الطرفين. أنا لا أقول أن هنالك اختبار فقط لجهة عن أخرى، لا، هنالك تحدي واضح، وأكبر هذه التحديات ما نراه حاليا، يعني هذه المهزلة، واسمح لي أخرج عن الموضوع، التي حصلت في غزة ومع إسرائيل، ونرى هذا الصمت العربي، ونرى بعض الفيالق التي تحدثت بأنها سوف تحرر القدس، نرى هنالك صمت مخيف. لذلك هذه المواقف حتمت على قادة الدول العربية وعلى الفاعلين يعني في الدول العربية بأن تأخذ العلاقات فيما بينهم علاقة قوية راسخة مبنية على أسس لمواجهة هذا النوع من التحديات. ما رأيته أنا شخصياً وما تابعته بعد زيارة سمو الأمير خالد والفريق المكون معه، بأن هنالك تثبيت أولاً لما قام به كل من السيد الكاظمي في مقابلته لسمو ولي العهد وحضوره إلى المملكة مع فريق رسمي وفريق مهم، وكذلك الزيارة البروتوكولية الأولية لمعالي رئيس الأركان ومقابلة معالي رئيس الأركان في الجيش العراقي، وأيضا الزيارة المتبعة. هذه الزيارات نحن ما نرجو منها أن تضع الأسس لكشف التحديات ومواجهتها، وكشف من يحاول أن يصور هذه العلاقات بأنها مجرد علاقات بروتوكولية، وكشف من يحاول أن يفسد هذه العلاقة ما بين البلدين. هذه نقطة عامة. النقطة الأخرى، التحديات التي تواجه البلدين، خلينا يعني نحصر العلاقة ما بين المملكة والعراق، هي علاقة، هي تحديات أمنية بشكل أكبر. أنا لازلت أرى أن الأمن هو الأساس لذهابنا إلى ما أبعد ذلك، الاقتصاد، السياسة، إلى آخره، العلاقات الاجتماعية وإلى آخره، ولكن الأمن هو نقطة رئيسية. أستاذ يعني أستاذ محمد، أنا برأيي أستاذ محمد، أنت فضل. الآن وقد وضعت يدك على جرح عربي غائر لمدة سنوات. ما تتمناه أنت وما أتمناه أنا هذه أمنيات. فعلا متى يتحول العرب من علاقات بروتوكولية، اجتماعات، صور، إلى حقيقة أن يكون هنالك مشروعا فاعلا على الأرض؟ وحضرتكم قد استشهدت ما يحصل للفلسطينيين على يد إسرائيل. كيف يبدو أو كيف أو متى يتيقظ العرب ليدركوا حجم المخاطر ونتحول إلى عمل فعلي على الأرض؟ هذه متى بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن اعملوا واسعوا وربنا سبحانه وتعالى راح يوفق، لأنه هذه المهازل التي تحصل الآن سيد نجم لم تمر بها الأمة العربية من قبل. يعني بعد، للأسف، بعد غزو العراق للكويت، وأنا ما أستشهد بهذا كحدث أريد أن أشوه السمعة العربية، لكن فعلاً العراق خرج عن الحاضنة العربية وأصبحت الدول العربية إلى ما هي فيه الآن، صراعات في كامل الدول العربية، لن يوجد هنالك دولة عربية أو لم توجد دولة عربية إلا فيها تحديات. لذلك يعني يجب على، أنا ما راح أنظر هنا، أنا أقول لك التحديات التي هي أمامنا، التحديات الأمنية، والدول التي تسعى إلى نخر هذه العلاقة وتحاول أن تعمل بأجندتها، ومن يعمل لها داخل هذه الدول العربية لإما عمل مشروع مضاد أو لإفساد العلاقات العربية، وهذا هو الواضح. تدركون هؤلاء أستاذ محمد؟ تعرفونهم؟ تشخصونهم؟ معلش اسمح لي بس بكمل لك نقطة. أمس في لقطة من اللقطات التلفزيونية نجد
بعض أعضاء الأشقاء في قطر في تواجدهم مع إسماعيل هنية، بس أنا بقول لك كيف التضارب في العلاقات العربية ومحاولة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. أي نعم غزة تتضرر، غزة الآن في أسوأ حالاتها، لم يعني لم نريد ولا نريد هذا للشعب الفلسطيني، ولكن انظر ماذا يحدث في الخطاب العربي وما يتم الآن على الأرض. سابق القطريون على عيني وراسي الدعم للشعب الفلسطيني، كلنا جميعا نرحب به، ولكن هنالك فرقة، الجامعة العربية، جامعة الدول، منظمة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي ينظر إلى اجتماعات رسمية حتى حل هذه الأزمة، ولكن رأينا من هو يحاول أن يفرق بين الأمة العربية بهذه التصرفات التي أراها أنا شخصيا أراها حمقاء. ما هو الداعي إلى الخروج على النسق العربي والذهاب إلى حماس أو غزة والوقوف بجانبهم، بمعنى أننا يعني ها نحن نقف ضد الجيش الإسرائيلي؟ نعم. هذه حماقة، هذه أنا ما أسميها حماقة، هذا هو المشروع الذي يدمر الأمة العربية. هذه المشاريع التي تنفرد بها بعض الدول وتعتقد بسياستها بالوقوف إلى جانب أشقاء في فلسطين، ما أنكر الجهود التي قاموا بها، ولكن هنالك توجه تيار ذاهب جميعا لمقاومة هذه البلطجة الإسرائيلية، ونجد من يحاول أن يفسد هذا. ومن جهة أخرى نجد من كان يتغنى ويقول أنا لدي قوات ولدي صواريخ ولدي جيوش وبنيت قوة عسكرية لأحرر القدس. بإجابة سريعة حتى أنتقل إلى ضيفي أستاذ محمد، انكشف الغطاء عن هذه الأشكال، وأنا عارف الحديث حيطول لكن بس أنا أبغى أعطيك في بداية حديدي أنه انكشف الغطاء في هذه المواقف، هذا الذي تقول به أستاذ